وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ويقول عز من قائل سبحانه وبحمده: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فاق وظن أنه الفراق، أي أيقن أنه مفارق للأهل والأولاد وللأموال والأحباب، مفارق للقصور والمراكب، مفارق لهذه الدنيا، فأي شدة. فكلما كان تعلق الإنسان بهذه الدنيا أشد، كانت حسرته عليها عند السكرة أعظم وأعظم. فأقلوا من هذه الدنيا، أقلوا من تعلق القلوب بها، ولا تلهيكم عن طاعة ربكم وعن هذه المواقف العصيبة العظيمة الذي لا يجاوزها إلا أصحاب الإيمان بالله وأصحاب الطاعات والمراقبات والخشية، أصحاب قيام الليل وصيام النهار. وأما المثقلون من الذنوب والمعاصي والآثام فهي عقبات كؤود عليهم، إنها عقبات صعاب عليهم لا يتجاوزونها إلا بمشقة عظيمة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. تخيل وأنت هذا المحتضر، ليتخيل كل واحد منا وهو في هذه الحالة وفي هذه الساعة، ساعة الصفر، والتفت الساق بالساق. قيل في معنى هذه الآية: اجتمعت عليه شدة السكرات مع شدة المفارقة لهذه الدنيا. وقيل على ظاهر الآية: أي وضعت ساقه اليسرى على ساقه اليمنى ليكفن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ويخبرنا سبحانه وتعالى عن أحوال الناس في هذه الساعة وعن انقسامهم، وأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فانظر أخي في الله إلى نفسك، من أي الأقسام أنت؟ كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان حجيج نفسه، كل إنسان منا مسؤول عن نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون إلى من؟ تنظرون إلى رسل الله من الملائكة الكرام، ونحن أقرب إليه منكم، أي ونحن أقرب إلى هذا المحتضر بملائكتنا المرسلين إليه لقبض روحه ولأخذ هذه العارية، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بينما هذا المحتضر يبصر ويرى صورا أمامه ليس بإنس ولا بجن، ولكن هذه الصور يا ترى هل هي صور طيبة أو صور خبيثة؟ كل ذلك يعود إلى حسب الأعمال التي زرعها وبذرها في هذه الدار الدنيا. قال سبحانه وتعالى مقسما للناس على حسب أعمالهم: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي فهلا إن كنتم غير مدينين غير مذنبين ولا تحاسبون بذنوبكم ترجعونها إن كنتم صادقين. هيا يا معشر الأطباء، يا معشر العباقرة والحذاقة من الأطباء المهرة،
أعيدوا هذه الروح إلى هذه الجسد وأنى لهم ذلك. ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فهنيئا لكم يا معشر المقربين، يا أهل اليمين، يا من كنتم من المستقيمين ومن المسارعين والمسابقين في ميدان الطاعات ومضمار الخيرات ومواسم الطاعات والحسنات. هنيئا لكم، يا لها من بشارات، يا لها من بشارات لأولياء الله عند الموت. يقول سبحانه وبحمده: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا إله إلا الله، ما أعظمها من فرحة حينما يبشر هذا الولي، ولي الله المستقيم الصابر على طاعة الله بفعلها وعلى معاصي الله بالابتعاد منها وعلى أقدار الله بالقبول والتسليم والرضا بها. يا لها من فرحة، كيف لا يحب أن يرجع إلى الدنيا حينها، يحب أن يرجع إلى الدنيا ليبشر أهله وإخوانه وأحبابه وأصحابه من أجل أن يكونوا من أهل هذه البشارات. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون،